بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس القيمة المنزلية ضمن الألوف للصف الثالث الابتدائي، الدرس الثالث في الوحدة الأولى الترم الأول. هنا هنعرف القيمة المنزلية ضمن الألوف. هنا بيقول لي الرقم رمز يستعمل في كتابة الأعداد، زي 1 زي 3 زي 8 زي ما احنا شايفين كده، ده رقم ضمن العدد، 3 ده رقم ضمن العدد. القيمة المنزلية الرقم ده في الآحاد. طيب القيمة المنزلية للرقم 8 هو الآن في المئات، يعني ب800. القيمة المنزلية للرقم الواحد اللي في العشرات، منزلة العشرات، يعني ب10. القيمة المنزلية للرقم في العدد هي القيمة التي يأخذها بحسب موقعه في ذلك العدد، حسب الموقع. يعني 8 دي كده في المئات، يعني ب800. الواحد ده كده في الآلاف، يعني ب1000. التلاتة بأحد، يعني ب3. الواحد في العشرات، يعني ب10. يبقى إذا لازم نعرف القيمة المنزلية، أحد عشرات، مئات، ألوف. يبقى الواحد في الألوف ب1000، 5 ب5000، 100 ب100,000. طيب نروح بقى وعرفنا كده يعني ايه قيمة منزلية. يعني الواحد 3 في الأحاد ب3، يعني 3 في 1. 1 في العشرات يعني بضربه في 10، لو 2 يبقوا في 20، لو 3 يبقوا 30. 8 في المئات يعني اضربها في 100. 1 في الألوف اضربها في 1000، يقع الرقم 1 في منزلة الألوف، وقيمة المنزلة هي 1000. طيب بيقول لي صعد 4 أشخاص درج بناية عالية ثم هبطوا إلى أسفل فمشوا بذلك 1080 درجة. أذكر اسم المنزلة المكتوب فيها هذا الرقم الذي تحته خط، ثم أكتب قيمته المنزلية. شوف هنا اللي تحته خط ده منزلة المئات، 11 مئات، وصفر يعني قيمته تساوي صفر، ليس له قيمة هنا، صفر بس. بس لازم يتكتب، ما اقولش ما هكتبوش، لان لو انت ما كتبتش الصفر هتبقى 100 180. العدد بدل ما هو 1080 هيبقى 108، لازم يتكتب. يكتب، يمكن ان تكتب الاعداد بطرائق مختلفة، ممكن بالصيغة القياسية اللي هي بكتب فيها الارقام بس. يعني الصيغة القياسية يعني مثلا اكتب ايه 225 كده مثلا، ده صيغة قياسية 225. الصيغة التحليلية أحط بينهم زائد، يعني أعمل 5 زائد الـ2 دي بكام؟ ب20، زائد الـ2 اللي بعدها بكام؟ ب200. دي اسمها التحليلية. اللفظية يعني أكتب 225، أقول كده 225. عرفني يعني إيه؟ كل معنى كل شيء. هذا الأولى القياسية بكتب الرقم عادي، التحليلية بحط زائد، وكل قيمة بقى بعده قيمة العشرات بكام، المئات بكام كده. اللفظية بكتب بالعربي، باللغة العربية، بالحروف. يبقى عندي قياسية أكتب العدد عادي، تحليلية بعمل زائد بين الأرقام، واللفظية أكتب بالكلمات. المسافة بين مدينتي الطائف وتبوك تساوي 1204 كيلومترات تقريبا. أكتب العدد بثلاث طرق. أكتب العدد بثلاث إيه طرق. أول حاجة أقول له الصيغة القياسية، واسيبه شوية كده، وبعدين اقول له الصيغة التحليلية، وبعدين هنكتبه بالصيغة اللفظية. اخر حاجة بقى الصيغة اللفظية، اقول الصيغة اللفظية 1204.
دي الصيغة اللفظية. نروح بقى نكتب عشان بنغير الأرقام، عشان نكتب الأرقام هنا أول حاجة علشان أعمل له الصيغة القياسية هقول له 1204. الصيغة التحليلية أول حاجة أقول له كده 1000 ورا، وبعدين بعد كده 200، وبعدين 0، وبعدين 4. أهو دي التحليلية، 4 في الأحاد، 0 في العشرات، 2 في المئات، 1000 في الآلاف، 1000 يعني. خلاص عرفنا دي التحليلية. هو كاتبهم لي تحت محلولين، بس أنا حبيت إحنا بنعملهم إزاي. طيب أحدد اسم المنزلة، منزلة الرقم الذي تحته خط، ثم أكتب قيمته المنزلية. أولا نكتب القيمة المنزلية، وبعدين نكتب فوق المنزلة. هنا التمانية قدامها خانتين يعني 800، الاثنين في الآلاف يعني 2000، القيمة دي بالصفر. هنروح بقى بالمرة، هكتب 8056، 8056 قبل ما أغير اللغة، لا دي 800، 856، 856 اللي هي الرقم ده. أروح بقى بغير اللغة عشان أكتب بالعربي، أقول له هنا بقى قيمة هنا المئات، المنزلة دي المئات، وهنا الألوف، منزلة الألوف، وهنا العشرات. الصفر ده فين؟ في العشرات. 1604 عاوزها نكتبها له بالصيغة القياسية، 1604 يعني 1604، لأن لم يذكر شيء في العشرات هحط فيها صفر. خلاص كده شوف، اكتب كل من بالصيغة التحليلية واللفظية و الصيغة التحليلية واللفظية. طيب الأول نكتب بالتحليلية، شوف كده العدد كام، 7 يبقى ب70 زائد 5 يبقى 375، 5230. تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة. بعدين هكتب الصيغة اللفظية، بس هكتب العدد اللي تحت ده بالمرة، 8310. قول أكبر رقم من ده، أقول له 8310، ده ممكن أكبر رقم دون تكرار. يعني حط التمانية في الآلاف، والتلاتة في العشرات، والواحد والثلاثة في المئات، والواحد في العشر. كيف أحدد القيمة المنزلية لكل رقم؟ أنا أحول بقى اللغة العربية عشان نكتب بها اللي فوق، الصيغة التحت
اللفظية 375، 375، واللي بعدها 5230، 5230. تسعة آلاف وتسعمائة وتسعة، 9109. هلا فوقها هنا كده عشان تبقى باينة اهي. كيف أحدد القيمة المنزلية لكل رقم في عدد ما؟ انظر للمنزلة ثم اضرب الرقم في قيمة المنزلة، اضرب الرقم في قيمة المنزلة، اضرب الرقم لو في الآحاد اضرب في واحد، في العشرات اضرب، فمثلا في الآحاد نضرب الرقم في واحد، وفي العشرات نضرب الرقم في 10، وهكذا. يبقى بشوف الرقم عندي كام واضربه. أنا أنظر للمنزلة ثم أضرب الرقم في قيمة المنزلة. خلاص أحدد اسم منزلة الرقم الذي تحته خط ثم أكتب قيمته المنزلي. أول حاجة هنكتب اسم المنزلة عشان معانا اللغة العربية، المئات، أول واحدة دي في المئات، والتانية العشرات، يعني لما نيجي نكتب هناك هنضرب في 10، وده الآحاد بضرب في 1، وهنا الألوف هضرب التلاتة في 1000. إذن لما أجي أكتب هكتب إيه؟ هضرب القيمة المنزلية، الرقم اللي عندي ده في قيمته المنزلية. أول واحدة هنضرب 5 في 5، يعني 5%، 5% يعني 500، 2 في 10 تبقى ب20، 0 في 0 في 1، 0 في 1 بصفر، 3 في 1000 يساوي 3000، بضرب في قيمة المنزل. الألوف يعني أضرب في 1000، الآحاد أضرب في 0 في 1، العشرات أضرب في 10، المئات أضرب في 100. أكتب بالعدد ده بالصيغة القياسية 4678، 4678، 3021، 3000 حط صفر 21. ليه؟ لأن المئات ليس بها شيء، المئات ليس بها شيء. 8760، 8760، يبقى لم يذكر شيء في الآحاد. اكتب كل من الاعداد بالصيغة التحليلية واللفظية، يعني اكتب الاول بالتحليلية وبعدين نرجع نكتب بالتحليلية باللفظية.
2619. ألف وتلتمية أربعة وعشرون. ألف وواحد. نروح بقى نكتبها بالصيغة التحليلية. اللفظية 6219. ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون. ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون. ألف وواحد. ألف وواحد. أكتب جميع الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام بحيث يكون العدد 5 في منزلة الأحاد والعدد 3 في منزلة العشرات. طيب هو عاوزنا نضع 5 في الأحاد، 3 في العشرات، 3 أرقام بحيث يكون العدد 5 في الأحاد وثلاثة في العشرات. طيب هنثبت 5 في الأحاد، في العدد 5 ثابت في الأحاد وثلاثة في العشرات. هنبدأ بقى بواحد وثلاثة وخمسة، ده أول رقم، وبعدين 2 و3 و5، وبعدين 3 و3 و5، بعدين 4 3 5، 5 3 5، 6 3 5، 7 3 5، 8 3 5، 9 3 5. ما ينفعش بقى أقول 10، ليه؟ لأن هيبقى كده 1000. يبقى هو عاوز 3 أرقام بحيث يكون 5 في الأحاد والتلاتة في العشرات. ثبتنا 5 في الأحاد وتلاتة في العشرات، يبقى دي الأرقام 135 235 كده. طبعا ما ينفعش احط صفر في المئات، هتبقى اسمها 35، ما ينفعش اقول صفر 35. يبقى هي دي الارقام اللي ممكن نكتبها من 1 إلى 9. نروح عشان ما نطولش. اكتشف الخطأ، كتب خالد ومعاز 2013 بالصيغة اللفظية، أيهما كانت إجابته صحيحة؟ 2013 آهي، ولماذا؟ هقول له باللغة العربية بقى، هقول له معاذ، معاذ
صحيح، لأنه كتب 2013، أما خالد فكتب 213، نسى الصفر، نسى الصفر خالد، فنسي الصفر الذي يوجد أمام الاثنان، شالوا. له قيمة منزلية. لماذا أستعمل الصفر عند كتابة العدد 4680 في الصورة 86؟ أقول حتى أحفظ القيمة المنزلية للمئات، فإذا لم أستعمل ستكتب أربع مئة وستة وثمانون. يبقى عشان أحافظ على القيمة المنزلية لازم أكتب الصفر، لو ما كتبتوش حتى أحفظ القيمة المنزلية للمئات كده المئات هتروح، لو ما كتبتش الصفر في المئات هتبقى 486، يبقى كده بقى هناك خطأ فادح. لدى وليد 1270 ريال، أي مما يلي يساوي 1270، 1270 أهو، هذا 1000 وهذا 200 وهذا 70، أي الأعداد التالية يزيد 7 على العدد ده؟ نزود 7 ونطرح ونجمع، أول لازم نزود 7 وبعدين نجمع. 7 و7 14، 4 ومعايا الواحد، 1 و9 10، أحط الصفر ومعايا الواحد، أحط الواحد على الصفر، بقت 1 و1، بقت كده 11 0 4، يبقى لازم نجمع صح عشان يطلع معانا الناتج صح. بلغ عدد أسئلة واجب الرياضيات المنزلي لدى ليلى 15 سؤال يوم الاثنين و18 يوم الثلاث، فما عدد أسئلة واجب الرياضيات المنزلي لدى ليلى خلال اليومين؟ لازم نجمعهم على بعض، يبقى احنا بنخطط نفهم ونخطط ونحل، يبقى نقول ايه 15 زائد 18، 8 و5 يساوي 13، 3 أو 3 ومعايا الواحد، الواحد اللي فايض أحطه هنا، بقوا 2، 2 و1 3، يبقى 33. سؤال، أكتب له هنا إيه؟ سؤال. المفروض نكتب له كده هنا 33 سؤالا. اكتب النمط 19
بو 23 بعدين 25، يبقى هنا بنزود 2. لو زودنا كده 2 هتبقى 21، 23، 25، 145 بقت 6، يبقى هنا يبقى 155. 4 بقت 5 بعدين 6 هتبقى 7، 175، 185. ما كتبناش هنا سؤالا، ما حطناش الهمزة فوق الواو. سؤالا، سؤالا، ما ننساش الهمزة. خلاص، 21، 25، 155، 175، 185. في لسه حاجة ولا خلاص؟ الحمد لله. ما تنسوناش من اللايك والدعاء والتعليق الجيد وتفعيل الجرس وإرسال القناة لزملائكم وأحبابكم. القناة عليها رياضيات إسلامية وعلوم ولغة من الصف الأول للسادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.